إن الله ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليوحد جل وعلا سبحانه وحده دون سواه. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا في ذلك أخبر جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما شرع الله العبادات كلها أركانها أو أركان منها أو الواجبات أو غيرها إلا ليعظم جل وعلا ويوحد. ولا يوجد شيء حرص الدين على أن يكون قائما في كل أمر مثل توحيده جل وعلا، لأن هذه الغاية الكبرى من خلق الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قلنا مرارا أنه ما ارتفع شيء إلى السماء أعظم من الإخلاص. نسأل الله الإخلاص. شيخنا الفاضل، ننتقل من الموضوع. موضوع الإخلاص يعني موضوع طويل وقد نحتاج فيه أكثر من والله غني عن خلقه أجمعين، يعني من أخلص منه ومن لم يخلص. ولا ريب أن الفتن كثيرة جدا، وفتنة النساء من أعظم الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعظم فتن بني إسرائيل وحذرنا منها. فعلى المسلمات أن يتقين الله في حجهن وعمرتهن وسائر أحوالهن، كما على الرجال أن يتقوا الله جل وعلا في النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. الشكر أيضا للإخوة الذين داخلوا معنا بهذه المداخلات الجميلة.